السلام عليكم. نتيجة صابل أندونيزي أندونيزي صابل وشلنا كيفاش المقابلة بدأت بكل قوة من جانب أندونيزي اللي شوط أول سيطر شوط أول اللي فرض اللعب تاعو فرض الخطة تاعو على صابل في الشوط الأول وشلنا هدف مبكر جدا في الدقيقة الخامسة عن طريق لعاب سمير اللي وشلنا كيفاش تضيع أهداف خاصة أندونيزي وين ضيع أهداف كثيرة في الشوط الأول ضيع شو سجل 3 أهداف في الشوط الأول وضيع أهداف خلال الشوط الثاني شلنا كيفاش صابل لعب بكل قوة وسيطر في المقابلة لكن الشوط الأول شلنا كيفاش أندونيزي كيفاش سجل أهداف بصح ضيع أهداف كثيرة ضيع كما نقولوا حنايا بالك ضيع 6 وسجل 3 على ذيك شلنا الهدف الأول في الدقيقة عن طريق اللعاب سمير في الدقيقة الخامسة شنا فنيك ما ننساوش المدافع هذا سمير لعب مدافع رقم يلعب على لاغوش وشنا كيفاش ستيفانو أوكاكا اللي سجل هدفين في الدقيقة 31 الدقيقة 35 وضيع أهداف ضيع أهداف فنيك في الدقيقة 17 ضيع أهداف ضيع هدف في الدقيقة 27 ضيع هدف في الدقيقة 41 ضيعوا اهداف على بالك وين شلنا كيفاش المدرب وين المدرب تاع أندونيزي إيغوار تودوار اللي عرف كيفاش خاصة في الشوط الثاني ما شلناش دار تغييرات ولا شلنا بقى على التشكيلة اللي لعبت بقوة في الشوط الأول سجلت 3 أهداف خادعت بها صعب وين أندونيزي وين الدقيقة الثالثة وين سمير سجل هدف شلنا كيفاش ستيفانو أوكاكا اللي سجل في الدقيقة 31 والدقيقة 35 يعني 35 يعني 3 دقائق هدفين وشلنا كيفاش كيفن فانيك اللي ضيع أهداف شلنا كيفاش راندو بيندرونج فانيك ساندور رودريغيز شلنا وين ضيعوا أهداف كانت تقضي على صابل في الشوط الأول لكن شلنا كيفاش الحارس فانيك تاع صابل وين انقذ المرمى تاعو من أهداف كثيرة في الشوط الأول الحارس تاع صابل أفريد غوميز اللي انقذ المرمى تاعو من عدة أهداف شلنا كيفاش كيفن اللي فانيك فرانشيسكو فيكري اللي فانيك اللي ضيع فانيك وين شلنا فانيك ما نساوش مدافع القوي الجزائري محمد فارس اللي قدم الشوط الثاني من اروع ما يكون هو 3 أهداف اللي دخلوا ما كانوش هو متسبب فيهم محمد فارس اللي قدم شلنا كيفاش جيسمان شلنا ماتيا شلنا يعني شلنا اندري شلنا بزاف لاعبين وين فانيك الشوط الثاني سيطروا عملوا كل شيء من اجل العودة والفوز في المقابلة رغم أن شلنا كيفاش المقابلة هذه وين شلنا شكون اللي كان مسيطر رغم أن التغييرات كان تغيير واحد من جانب صابل التغييرات وين المدرب تاع أندونيزي ما داش تغييرات بزاف وين شلنا عملت استحواذ 62% صابل 38% أندونيزي 230 تمريرة الأندونيزي 374 374 تمريرة صابل يعني المقابلة احنا نقولوا بلي مقابلة اللي صابل كانت مضيعة كانت مسيطرة بطريقة صورته في الشوط الثاني نتكلموا على الشوط الثاني مقابلة كانت قوية جدا وتصعب التكهن بها حتى آخر دقيقة ونشوفوا كيفاش الهدف الاول اللي سجله اندري بايتنا للدقيقه 53 شنا ماتيا فولوتي في الدقيقه 59 يعني واللعب مازال متواصل من الصعب باش تتكهن بهذه المقابله هذه هي نقولوا حنايا